بدأ بما اننا قربنا للاولمبياد خلاص، اولمبياد طوكيو، فبدأ الكلام تاني يزيد عن فكرة الثلاثة الكبار اللي ممكن يبقوا موجودين في قائمة منتخب مصر الاولمبي في هذه البطولة اولمبياد طوكيو. مين الثلاثة الكبار؟ بدل ما نخش في الجدل وبدل ما نخش في الخناقة، ويعني لو اعتبرناها خناقة يعني عشان ما انا ممكن تكون الكلمة فيها بعض المبالغات، بس انتوا بتشوفوا على السوشيال ميديا لا ده احسن ده لا ده احسن، بلاش تاخد ده، ده في مجاملة هنا، ده ما بيلعبش كويس، انت مش محتاج اصلا المركز ده في منتخب مصر الاولمبي. فقلت اشارك حضراتكم معانا في هذه الحلقة مين في رأيكم الثلاثة الكبار اللي المفروض ينضموا للمنتخب الاولمبي في طوكيو. شاركونا على السوشيال ميديا وعلى مدار الحلقة ان شاء الله اقول اجابات حضراتكم ونفكر مع بعض. طيب تعالوا نبدأ التفكير. كابتن شوقي غريب اعلن منذ ايام قليلة قائمة منتخبنا الاولمبي عشان المعسكر استعدادا لما قبل اولمبياد طوكيو 2020. طيب القائمة دي بتقول دلائل، بتقول احنا ممكن نكون محتاجين مراكز فين؟ همشي معاكم واحدة واحدة، تعالوا نفكر مع بعض. خط دفاع او حراسة المرمى في منتخبنا الاولمبي الاول فيها مين؟ فيها محمد صبحي، فيها محمود جاد، فيها عمر صلاح، وفيها مصطفى شوبير. طيب تعالوا الاول ايه، عمر صلاح ومصطفى شوبير ما بيشاركوش كتير. في محمد صبحي اساسي مع الاتحاد، في محمود جاد اساسي مع انبي. محمد صبحي هو اساسي منتخبنا الاولمبي في اخر بطوله افريقيا تحت 23 سنه، فممكن تكون له الاولويه او يكون الاقرب لحراسه منتخبنا الاولمبي. تمام، وده الكلام اللي قاله كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي. بس لو اتحط محمد صبحي في مقارنه مع محمد الشناوي بالخبرات بالبطولات بالاحتكاكات بحاجات كتيرة قوي، مين اللي ممكن يكون له الافضليه؟ مؤكد محمد الشناوي، ليس تقليلا في محمد صبحي، ولكن على مستوى البطولات العالميه والبطولات الكبيره في مركز حساس جدا زي ده، فممكن تكون خبرات محمد الشناوي مرجحه انه يبقى هو اللي موجود. طيب ليه يا كريم بتقول محمد الشناوي؟ ليه مثلا ما بتقولش عواد؟ ليه مثلا ما بتقولش بسام؟ ليه مثلا ما بتقولش جنش؟ انا بقى بفتكر معاكم الاسماء المتالقه في الحراس المرمى الكبار في الكره المصريه، ليه ما بتقولش الاسماء دي؟ ليه بتقول محمد الشناوي؟ محمد الشناوي احتكاكات دوليه مع منتخبنا الوطني الاول، بطوله عالميه هي كاس العالم 2018 كان هو الاساسي فيها وتالق فيها، وبالتالي له الافضليه، له الاولويه بما انه حارس مرمى منتخبنا الاول، هو الحارس الاول للمنتخب الاول، فبالتالي هو له الافضليه مع المنتخب الاولمبي. فده اول مركز ممكن نقول انه منتخبنا الاولمبي محتاج فيه لاعب كبير حراسه المرمى، وبما اننا بنقول لاعب كبير فممكن يكون الشناوي الاقرب. وتاني انا بفكر مع حضراتكم بصوت عالي عشان اولا واخيرا مؤكد، وحاجه لازم كل شويه هكررها، ده قرار جهاز فني، هو الادرى بكل شيء، هو الادرى بلعيبته، هو الادرى بالناس اللي ممكن تخش المعسكر، هو الادرى بالناس اللي عايزهم موجودين مع المنتخب. ممكن يكون الكابتن شوقي غريب ما بيفكرش بس في امور فنيه، ممكن يكون بيفكر في قائد في الملعب، فمحمد الشناوي عنده الصفات دي. وهقول لكم اتنين لعيبه كمان، منهم طبعا صلاح عشان اكيد يعني معروفه دي، لهم من الصفات الشخصيه القياديه في الملعب الكثير اللي ممكن يفيدوا بيه منتخبنا الاولمبي بجانب امورهم طبعا الفنيه. طيب تعالوا نروح لخط الدفاع، تحديدا السنتر باكس او الاثنين مدافعين، اثنين او ثلاثة بحسب ما هيلعب الكابتن شوقي غريب، ممكن يلعب بثلاثة عشان احيانا بيلعب بثلاثة. اسامة جلال بيراميدز، محمد عبد السلام الزمالك، محمد عبد المنعم سموحة، ونحط معاهم احمد رمضان بيكهام الاهلي، ومحمود الجزار الجون، عشان احمد رمضان بيكهام ايضا بيلعب سنتر باك بجانب لعبه في الاهلي كظهير ايمن. انا بكلمكم دلوقتي على السنتر باكس اللي هم ورا. اسامة مشاركاته مع بيراميدز مش كتير، محمد عبد السلام مع الزمالك مش كتيرة ويكاد يكون بيغيب دايما، محمد عبد المنعم مع سموحة مشاركاته معقولة، بيكهام مع الأهلي مشاركاته معقولة، بس لما تبص على الأربعة مفيش فيهم واحد فارق، يعني ما ينفعش تقول فيهم واحد يشيل دفاع منتخبنا الأولمبي، مش تقليلا منهم أبدا، الأربعة أسماء محترمة وأسماء كويسة جدا مع المنتخب الأولمبي، عملوا شغل كويس مع المنتخب الأولمبي، بس الأربعة ما تقولش فيهم واحد يعني تقيل لا مع فرقته ولا خبرات طبعا. طيب هو صحيح اسامه
كان موجود مع انبي بيشارك بشكل اساسي، وان كان احيانا برضو عشان ابقى امين كابتن حلمي طولان كان بيطلعه من التشكيله الاساسيه، ولكن واسامه مدافع مميز جدا وكان كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه من نجوم هذه البطوله. محمد عبد السلام برضو كان من نجوم البطوله دي بس بعد تماما عن المشاركات مع الزمالك. محمد عبد المنعم عامل شغل حلو مع سموحه الموسم ده بصراحه. بيكهام عامل شغل معقول مع الاهلي ولكن كظهير ايمن، وحتى كظهير ايمن يعني احيانا بعض الناس بيقولوا ان هو مش في المركز المثالي ليه. اذا احنا قدام هنا برضو معضله في خط الدفاع، وده خط خطير برضو، وانت محتاج في كل مركز لاعب تقيل، لاعب يشلك الدفاع. فساعتها ممكن نفكر في مين؟ احمد حجازي. ليه احمد حجازي؟ ليه مش الونش؟ وان كان الونش انا في رايي ينافس احمد حجازي في المركز ده عادي جدا، مش زي اللي فوق يعني في حراسه المرمى. شايف ان الشناوي يعني بعيد يعني ياخدها لوحده خلاص حراسه المرمى، بس تحديدا في الكبار في المركز ده حجازي اولا، ويزق معاش الونش عشان الونش متالق جدا في الفتره الاخيره مع الزمالك. موسم رائع جدا مع الزمالك من السنه اللي فاتت بصراحه، عامل موسمين في منتهى الروعه مع نادي الزمالك. ولكن حجازي خبراته الكبيره، خبراته الدوليه مع منتخب مصر، خبراته في الدوري الانجليزي، وخبراته مع النادي الاهلي في البطولات الافريقيه، وخبراته الان مع اتحاد جده واحد من نجوم الفريق. وشوفوا اخبار احمد حجازي وشوفوا مبارياته، عامل شغل رائع جدا الموسم ده مع اتحاد جده، وبالتالي حجازي ممكن يزيد بدرجه درجتين عن الونش في الترشيحات في هذا المركز. فاحنا عندنا مين دلوقتي؟ الشناوي وحجازي، والثالث صلاح. دي معلنه رسميا يعني كده كده كابتن شوقي غريب قال صلاح واثنين كمان. فخلاص الاثنين حجازي والشناوي وممكن معاهم صلاح. طب يعني ايه ممكن معاهم صلاح؟ قبل ما اروح ليه ممكن معاهم صلاح، الاول نشوف خط الوسط عشان تفهموا ان خط الوسط ما فيهوش مشاكل كتير. اكرم توفيق مع الاهلي اساسي معظم الوقت، امام عاشور مع الزمالك اساسي وبيلعب بشكل كويس، يعني اثنين تمام. احمد سيد ودجله معقول، ناصر ماهر ما بيشاركش كتير، حسن علي اساسي مع المصري، محمد صادق متالق مع الاسماعيلي، رمضان صبحي مع بيراميدز متالق طبعا، احمد حمدي عبد القادر عامل شغل عظيم مع سموحه، ابراهيم عادل شغل رائع مع بيراميدز، طبعا محمد طاهر مع الاهلي ممتاز، عمر مرموش عامل شغل ايضا كويس، فوزي الحناوي مع الاتحاد شغل كويس. فحتى بتتكلم في خط وسط محترم، هتزود له صلاح يبقى خط وسط ناري. ليه؟ انت الناحيه الشمال فيها رمضان صبحي، هو كابتن المنتخب واساسي وخلاص، واموره الامور بالنسبه لرمضان صبحي محسومه في الناحيه الشمال. الناحيه اليمين لما تبص على القايمه فيها مشكله. طاهر ممكن يلعبها، بس على فكره طاهر كمان ممكن يلعب 10 مع ناصر ماهر، بس ما فيش حد على الناحيه اليمين. اللي كان الناحيه اليمين متالق جدا مع منتخبنا الاولمبي لو تفتكروا عبد الرحمن مجدي، عبد الرحمن مجدي ما زال يتعافى من اصابته الطويله مع الاسماعيلي. بدا شويه بس لسه يعني ممكن ما يبقاش اساسي اصلا، ممكن ما يبقاش موجود في القايمه، حتى في القايمه المبدئيه ما مش موجود فيها. فده اللي كان بيلعبها عبد الرحمن، تمام. اللي بيلعبها برده شويه هتلاقوه في خط الهجوم صلاح محسن، وصلاح محسن متالق في الفتره الاخيره، بس محمد صلاح بتاعته يعني، محمد صلاح مكانه. هتقولي طب يا كريم لو محمد صلاح مش موجود مين اللي ممكن يبقى موجود؟ صلاح محسن او طاهر محمد طاهر يلعبوا على اليمين، والناحيه الشمال محجوزه لرمضان صبحي. الهجوم طبعا احلى خط عندنا في الخطوط دي كلها، مصطفى محمد، احمد ياسر ريان مع صلاح محسن لو لعب كمهاجم او كجناح، ناصر منسي وفادي فريد، وكلهم متالقين كلهم. فالخط ده مفيش منه قلق خالص، المهاجم الصريح يعني مفيش اي قلق من فكره المهاجم الصريح. وبالتالي لما الكابتن شوقي غريب او الكثير من الناس يرشحوا الثلاثه محمد الشناوي واحمد حجازي ومحمد صلاح، فهي ترشيحات منطقيه ملهاش اي اهواء تماما. انت بتبص على المراكز اللي محتاجه دعم. لو تفتكروا بعد كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه طلعت نغمه اللي هو لا اللعيبه دي هي الرجاله، الجيل ده هو العظيم، الجيل ده ما يخشلوش لعيبه كبار ياخدوا الكريمه. الكلام ده ما بيحصلش في حته في الدنيا. عندك لعيبه كبيره خبرات كبيره ممكن تساعدك انك تحقق انجاز في الاولمبياد، خدهم. احنا هنا مش داخلين بطوله تكريميه او تشريفيه او حاجه خيريه، احنا رايحين نلعب بطوله ان شاء الله ناخد فيها ميداليه. ليه لا وارد، وانت عندك جيل محترم جدا من اللاعبين، فنشتغل ونستفيد من كل الخبرات اللي عندنا، نستفيد من كل الخبرات الموجوده. انا كنت بقول ليه
لازم برضو الكابتن شوقي غريب يكون حاطط بلان بي بالنسبه لمحمد صلاح خطه بديله، عشان لو يعني ليفربول رخم علينا شويتين قال لك والله مش هتاخده محمد صلاح، قال لك انا محتاجه دلوقتي، قال لك انا عايز اجهزه للموسم الجديد، ممكن وارد وارد ده يحصل. فانت لازم يكون عندك بلان بي لمحمد صلاح. طبعا كان تريزيجيه هيبقى في الصوره مؤكد لو محمد صلاح مش موجود، بس تريزيجيه مصاب وربنا يا رب يشفيه. دي المراكز اللي محتاج فيها منتخب مصر لاعب. كان في كلام طارق حامد او النني يخش في وسط الملعب الدفاعي، بس بصراحه اكرم توفيق يشيل. امام في الفتره الاخيره ماشي بشكل كويس مع نادي الزمالك وعامل موسم كويس. حسن علي عامل موسم ممتاز مع المصري. محمد صادق تمام، يعني عبد القادر وابراهيم عادل، يعني اقصد انه طارق حامد قيمه كبيره جدا كبيره جدا، وطبعا لو اختاروا الكابتن شوقي غريب فهتبقى اضافه جباره لمنتخبنا الاولمبي مفيش خلاف، بس تحديدا المركز ده يعني في شويه لعيبه كويسين في منتخبنا الاولمبي. محمد النني رائع جدا، فممكن برده كان يبقى موجود، بس برده زي ما قلت لكم المركز بتاع خط الوسط الدفاعي في منتخبنا الاولمبي ما فيهوش مشكله كبيره، في خطوط صعبه يعني الدفاع مش تقريبا من الموجودين خالص والله، ممتازين كلهم، بس لا محتاج حد تقيل في الخط ده. حراسه المرمى صبحي متالق وراجل وعمل بطوله افريقيه تحت 23 سنه ممتازه، بس برضه حراسه المرمى مركز حساس جدا ومحتاج حد تقيل. الجناح الايمن في منتخبنا الوطني في نقص واضح، وبالتالي وجود محمد صلاح طبعا يعني اكيد محمد صلاح مش موجود عشان بس في نقص، يعني ممكن يبقى في 10 لعيبه في المركز ده، بس يبقى عندك محمد صلاح واحد من افضل اللاعبين في العالم موجود معاك وعندك فرصه انك تجيبه فهتجيبه، بس برضه بالمنطق العملي لا المركز ده فيه نقصان، وبالتالي انت محتاج لعيب ممتاز يبقى في المكان ده، فمحمد صلاح يبقى موجود. شناوي، حجازي، صلاح، دي اقتراحاتنا ودي افكارنا اللي فيها تحليل للي مكتوب هنا للاعبين اللي موجودين. كابتن شوقي غريب اكيد هو صاحب القرار الاول والاخير هو وجهازه الفني. حضراتكم كمان شاركونا السؤال ده على السوشيال ميديا، جاوبوا ونقول اجابات حضراتكم على مدار الحلقه، وخلي اجاباتكم بس منطقيه. سيبكوا بقى ان انا عايز لعيب الاهلي هو اللي يبقى موجود في المنتخب، لعيب الزمالك اللي يبقى موجود في المنتخب، لعيب الاسماعيلي، لعيب بيراميدز، لعيب المصري، سيبوا دي دلوقتي على جنب. انت شوف المنتخب محتاج ايه وفكر في الاسم وحط معايير زي ما حاولنا نحط دلوقتي معايير الخبرات والممارسه والاماكن الفاضيه في منتخبنا الاولمبي او الاماكن اللي محتاجه دعم شويه في منتخب الاولمبي. قعدنا نفكر بالراحه كده وحطينا الاسماء ورشحنا ليه الاسماء ممكن تبقى هي اللي موجوده. الشناوي محطوط لوحده. حجازي طبعا ينافس الونش، متالق جدا وعامل اداء ممتاز. صلاح بلا منافسه بكل تاكيد، فالامور سهله. حبيت افتح مع حضراتكم كلام او نفكر مع بعض عشان خلاص هي ايام وهيعلن الكابتن شوقي غريب الثلاثة الكبار اللي المفروض يبقوا موجودين مع منتخبنا الأولمبي. كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي. بقول لكم جيل رائع جدا، لو تفتكروا بطولة أفريقيا تحت 23 سنة في 2019 عملوا أداء روعة وعملوا حقيقي ملحمة ورجولة مش طبيعية وأداء ممتاز، كل تفصيلة في المنتخب ده ممتازة، وطبعا بعد سنتين لاعبين خدوا خبرات كبيرة جدا، خبرات عديدة جدا، فهيتألقوا أكتر وهيتميزوا أكتر. وبصراحة كابتن شوقي غريب محظوظ بالجيل ده، وهم كمان محظوظين بالكابتن شوقي غريب عشان كابتن شوقي غريب هو اللي طلع الناس دي أو نورهم بشكل كويس في بطولة أفريقيا 23 سنة، وبعد كده بقوا هم نجوم في فرقهم. كان واخد بعض اللاعبين كانوا نجوم أوريدي، بس كمان اشتغل عليهم بشكل كويس، فالكابتن شوقي غريب محظوظ بيهم وهم محظوظين جدا بالكابتن شوقي غريب اللي بيعرف يشتغل مع هذه المراحل العمرية بشكل رائع جدا. وأنا بصراحة متفائل، كابتن شوقي غريب هو اللي جاب ميداليه لمصر في كره القدم في بطوله كاس العالم 2001، بطوله الشباب، برونزيه كاس العالم للشباب في 2001. طبعا فاكرين الجيل الذهبي العظيم لمنتخبنا الوطني وقتها، حسام غالي، محمد شوقي، محمد اليماني، وائل رياض، جمال حمزه، ابو مسلم، ابو المجد مصطفى، محمد صبحي، اسماء كانت عظيمه جدا في الجيل ده وعملوا اداء خرافي في هذه البطوله. دي الاسماء اللي جت على بالي حالا، ولكن كان الجيل كله جيل عظيم ومميز.